من فترة انتشر خبر عن طائر رجع للحياة مرة تانية بعد انقراضه من 136 ألف سنة، وده طبعا كلام غريب جدا. هو في كائن بعد ما ينقرض بيرجع تاني؟ ده اللي بيموت عادي ما بيرجعش، ما بالك من اللي انقرض. الغرابة ما وقفتش عند كده وبس، لا ده احنا كمان علينا المستوى، وصلنا لان دي مش اول مرة يرجع من الانقراض. ده كان موجود قبل 136 ألف سنة دول وانقرض، ورجع للحياة تاني وقتها وانقرض تاني ورجع دلوقتي. من أكتر من 136 ألف سنة عاش على جزيرة مرجانية في المحيط الهندي طائر جميل رقبته بيضة اسمه الدابرا، وتسمت الجزيرة على اسمه. وعلى الرغم من إنه طائر، لكن أهم ما يميزه كان إنه مش بيطير أصلا. الطائر ده في الأصل بينتمي لعائلة من الطيور بتعيش على جزيرة مدغشقر وكلها بتطير، لكن وبسبب عدم وجود مفترسات على الجزيرة المرجانية دي، الطائر ده وكل فصيلته فقدوا القدرة على الطيران كنتيجة يعني لعدم احتياجهم للميزة دي. فجأة تعرضت الجزيرة دي لحادث غمق، وده كان طبيعي في الزمن الجيولوجي ده. ارتفع منسوب المية وغرقت الجزيرة بكل الكائنات اللي عليها ومن ضمنها الطائر ده. لحد هنا الموضوع عادي جدا، حادث انقراض طبيعي لأنواع مختلفة. لكن الغريب بقى ان من حوالي 100 ألف سنة لما الجزيرة ظهرت تاني في قلب المحيط بعد انخفاض منسوب المية، رجع الطائر ده وظهر من جديد فيما يعرف بظاهرة التطور التكراري. التطور التكراري هو ظاهرة طبيعية نادرة وأول مرة تكتشف في الطيور أصلا. العادي في التطور إن أسلاف كائن معين تطور صفات معينة فتنشأ عنها أنواع جديدة مختلفة عن أسلافها بشكل ما، ولو حصل الأنواع الجديدة دي ما قدرتش تتطور لأي سبب وانقرضت خلاص كده. لكن في التطور التكراري الأسلاف بتتطور وبتنتج الأنواع الجديدة في أزمان مختلفة، وحتى لو الأنواع الجديدة انقرضت ممكن ترجع تاني للحياة. وعشان نفهم أكتر خلينا نطبق المثال على الطائر ده. السلف بتاعه لسه عايش موجود وبيطير، لكنه بعد أول مرة انقرض فيها رجع السلف تاني واستوطن الجزيرة وبرضه فقد القدرة على الطيران والتطور. وبعد ما حصلت أحداث تانية من عشرات الآلاف من السنين أدت لانقراضه، رجع ظهر دلوقتي من جديد عشان يثبت إن التطور ممكن يفضل يحصل لو اتوفرت نفس الظروف، حيث ان الجزيرة ما زالت ما فيهاش مفترسة وبالتالي مش محتاج انه يطير. الدراسة اللي اثبتت الكلام ده قام بيها مجموعة من الباحثين على رأسهم جوليان هيو، عالم حفريات الطيور في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، وديفيد مارتل عالم الحفريات في جامعة بورتسموث الانجليزية، وقالوا فيها انه تم العثور على حفريات للطائر ده على الجزيرة قبل وبعد حادث الغمر الشهير. الباحثين درسوا الادلة الاحفورية الموجودة على الجزيرة من حوالي 100 ألف سنة، وبدأ في مقارنة الحفريات اللي قبل حادث الغمر بالحفريات اللي بعده كلها، وكانت النتيجة انها تأكدوا من ان الطائر ده بعد انقراضه رجع سلف واستوطن الجزيرة من جديد وتطور عنه نوع غير قادر على الطيران. بمتابعة السجل الاحفوري الكامل له ان التطور ظاهر على شكل عظمة الجناح بشدة، واللي خدت شكل ما يسمحش للطائر ده بالطيران، ده غير عظمة الكاحل اللي بينت صفات مميزة مختلفة وكلها عشان تخليه يتكيف اكتر مع البيئة المحيطة، ويفقد قدرته على الطيران شوية بشوية لحد ما يظهر النوع الجديد تماما الغير قادر على الطيران زي ما هو باين في الصورة دي. الحفريات الجديدة للطائر ده والموجودة على الجزيرة بتثبت انه حاليا في طريقه عشان يبقى غير قادر على الطيران تماما لنفس سبب غياب المفترسة، وده زي ما حصل قبل كده ووصل للمرحلة الأخيرة من تطوره كنوع غير قادر على الطيران ومختلف عن أسلافه. وعشان نكون اوضح نقدر نقول ان نوع واحد موجود في مدغشقر قدر يتطور لنوعين مختلفين من نفس الطائر، والاثنين فقدوا القدره على الطيران ولنفس الاسباب واستوطنوا نفس الجزيره وادوا نفس الدور البيئي في غضون كام الف سنه بس. ده يعتبر واحد من احداث التطور النادره اللي نقدر نشهدها في عصرنا الحالي، وخصوصا انه مش بس التطور ده تطور تكراري نادر جدا زي ما قلنا. التطور التكراري اول مره يظهر في الطيور لكنه موجود في حيوانات تانية زي ابقار البحر والامونيت والسلاحف البحريه، وده يمكن اللي تسبب في ضجه كبيره واثار دهشه الباحثين نفسهم وكل علماء الحفريات. لكن ولحسن حظهم او حظنا ان الجزيره دي فيها اقدم سجل احفوري لاي جزيره محيطيه داخل المحيط الهندي. حاليا بقى بدأت مستويات مياه البحار تعلى كنتيجة مباشرة للتغير المناخي. طبعا جزيرة الدبرة زي غيرها من الجزر ممكن تتأثر باللي بيحصل ده، وعليه وارد جدا لو معرفناش نلاقي حل لمشكلة تغير المناخ تشهد الجزيرة حادث غمر جديد وبناء عليه تنقرض الأنواع اللي عايش عليها. لكن يا ترى طائر الدبرة هيعمل ريمونتادا جديدة وقتها ولا هيتكتب السطر الأخير في حكايته عند النقطة دي؟ تفتكروا إيه اللي هيحصل؟
بس كده نوصل لنهاية الفيديو. ياريت يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم فيديو جديد.